الاحتضان، ولكن تكون تسكن في الضل حتى تسكن في التقرير تركيب ديال الانشطه ديالك عاد مش يمكن ندوزو للنقاش في العمل حتى بعض اللحظات. ولكن خصوصا النقطه بالضبط، فعلا القانون الوظيفي يشترط باش ينتخب اي عضو في المكتب بالاغلبيه المطلقه في الدور الاول، واذا ما تحققش هذا الشرط في الدور الاول كندوزو للدور الثاني. ديك الساعه الاغلبيه النسبيه لذلك التعليل ديال تسريع هذه النقطه بالنسبه لنا ما عندوش مبرر، سيما انكم سميتوا عملي تبقى النظام الداخلي، النظام الداخلي النظام الداخلي كينص على لا اسيد الرئيس هذا الموقف عندي في النائب 10 غادي نرجع لك المداخله ديالك، لكن على الهامش كاينه ملاحظات اخرى. اولا النظام الداخلي ديال المجلس ديالنا كينص على انه خلال ساعه من الموعد المقرر لاستئناف اشغال الدوره اذا ما انعقدش النصاب تؤجل، انتما الموعد المقرر هو 9، ما نزلتو علمتو على ان النصاب متوفر حتى فايت 10 ونص ديال الاول. ثانيا تكلمت في إشارة إلى موضوع تاع برنامج العمل، حنا أمام هذه اللخبطة ديال التحالف والنائب العاشر ومشاكل المقاطعات، مابقيناش عارفين هذه المدينة كيفاش كتسير، على الأقل عطينا وأنت كتقدمي التقرير ديالك السيدة الرئيسة، فين وصل هذاك برنامج العمل وفوقاش غنبداو نخدمو به؟ واش كاين شي راه ما كاينش إلى آخره. الملاحظة الثالثة هو انه مرة اخرى نثير الانتباه ديالك السيدة الرئيسة الى ان المحاضر ديال اجتماعات اللجان خصها تسلم الاعضاء قبل من انطلاق اي دورة، الامر اللي ما تمش ما قدرتوش تحققوه هذه سنتين، فضلا على انه المحاضر ديال الدورات راه حنا ما كنقصوش شيء. السيدة الرئيسة انا نبغي فعلا هذا الشيء اللي كان السي مرشيد يكون هو الواقع. المشكل هو انه مشكل بسيط، لو كان هناك تحالف متماسك هذا موضوع دارت عليه عامين الان فشلتوا باش تعالجوه، وحنا بالنسبه لنا اش خالفكم؟ المشكل هو انه الا كنتوا فاشلين باش تعالجوا إذا كنتوا فاشلين باش تعالجوا، إذا كنتوا فاشلين باش تعالجوا كتحالف ما قدرتوش تعالجوا مشكل بسيط مدة سنتين، فكيفاش غديروا مع المشاكل الكبيرة تاع مدينة الدار البيضاء؟ هذه الأولى. الحاجة الثانية مع احترامي للأشخاص ومع حفظ العلاقات الإنسانية ما عنديش مشكل مع الأشخاص، ولكن سياسيا هذا الموضوع ديال انتخاب النائب العاشر كنربطوه حنا كعداله حكوميه مباشره بالاشكاليه ديال تضارب المصالح.
كان ربطوه مباشرة بما أعطي تفاصيل. هناك صحافة، هناك أمور، هناك أمور فيها بحاجة عن الشرطة القضائية، هناك ملفات، هناك 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 هناك. وبالمناسبة على ذكر تضارب المصالح. نقطة نظام السامة. ولا مهمة دقيقة. اسمحي لي أنا دقيقة فردية على كل شيء، ماشي عليا أنا. لا على كل شيء. على الجميع والمنتخبات. لا ما لا خصك تفردي على كل شيء، ماشي عليا وحدي. ماشي عليا الحاجة الثالثة، الحاجة الثالثة هو أن هذا الموضوع ديال التحالف ماشي التحالف. السيدة الرئيسة راه كاين إشكاليات حقيقية تعيق تنمية عملية الدار البيضاء. تعالجوا المشكل على مدى سنتين، إيه برك مسعود، ولكن شنو هي الكلفة؟ الحاجة الأخيرة هي أنه السيدة الرئيسة هذا الموضوع غير معنيين به، وانتخاب النائب العاشر غنصوتوا عليه. شكرا.